في ماركا بالعاصمة عمان أقيم في كنيسة الملاك ميخائيل للروم الكاثوليك بازار خيري. اشتملت محتوياته على هدايا عيد الميلاد ومشغولات يدوية ومأكولات شعبية وحلويات من صنع سيدات الرعية والمجتمع المحلي. وتوافد على البازار الذي خصص ريعه للأسر المتعففة عدد كبير من الزوار. في هذه الفترة من السنة كانت الأجواء حقيقة لدى الأشخاص يعمهم الفرح والسرور بهذه المشاركة الجميلة، والتي أيضا يستفيد منها أصحاب الطاولات، سيما أيضا أن هذا النشاط يعود بريع منه إلى مركز الحسين الطبي. ونتمنى في هذا العام أن يسود الخير والسلام في بلادنا والأردن، وأن يحفظ جلالة ملكنا المحبوب وسمو الأمير ولي العهد، أيضا أن تنعم كنيسة الأردن بالسلام والرخاء، وأن يكون العام القادم عام خير وسلام على الجميع، وكل ميلاد والجميع بألف خير. هذا البازار داعم مجموعة من العائلات اللي بحاجة دعم، وقمنا أيضا بدعم مركز الحسين للسرطان، ويوجد في البازار مجموعة من الفعاليات والأنشطة والجوائز.